عز البيت فينا قد ايه؟ كنا نمنا وانا اسمع صوت هزي قولاش هذا الصوت لانكم حرامك. قلت له لا هز البيت فينا كمان. قعدنا نبكي ما خفنا بس هو ما بيحسن ليكون اجانا حرامي. بعد ما حسنت انا اي قلب البيت شلون بدي يتركون العالم يروحوا بدك لي نجود وبيهزل في البيت فينا وبيركل على الباب ينكسر كل الارض ووقع التلفزيون والدرج هيك وانكسر التلفزيون. تقول ماما رجعنا شوي قالت من اللي يصير هز ارضي؟ قامت الماما بتقوم لي بيعد تقول لي روح بسرعه ارقد هز ارضي هز الارض. قال لي قلت له ايه يا وليد.